يا اخي رحت انا عليه هون طلع بوجهي هون دغري سحب عليه الفرد سفقته ابني كيف حسن يفوت على الفيلا سورها كله حديد بحديد كيف حسن يخترق البيدوغاردات كيف حسن يفوت على البيت اللي بتلقي للحيطان بتكهرب او بتزمر انا بقولها للعالم كله ابني في الفيديو تمثيل في تمثيل ومنتجينه ومخرجين العالم كله بتعرفه ابني بالفيديو اختفى فجأة وابني بعدين فادي جوز نانسي عم يقول قتلته بغرفة النوم فات على البنات ليش ابني الثاني وعمه راحوا لقوه بالمطبخ ليش تعرفوا على جثة بالمطبخ وبعدين القتيل بغير اغراضه فات بلبس ومقتول بلبس الثاني يلا الحرامي بفوت في ايده هوية بعدين فات على غرفة البنات كيف عرف الضوء بسرعة طب أم محمد أم محمد أنت كيف تعرفي هذه التفاصيل كلها؟ من الفيديو اللي نشروه إنه طيب يضربوا رصاصة بيجروا رصاصتين ثلاثة 16 رصاصة ليش؟ لك ليش يا عالم يا ناس ليش 16 رصاصة؟ ليش؟ ليش؟ ليش ليش هيك عايشين في ابني؟ طيب بعدين أنا فات ابني ما هو مقنع فات ابني ما هو مقنع هذا ما هو ابني برجع بقول لك ما هو ابن بالفيديو الاولاني الفصالون ابدا 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 ما في له صله بالحقيقه الزلمه اول مره منشوفه اول مره نانسي وفادي بشوفوه